لاحد 26 اب اوغست 2007. بصبح بالخير كل المشاهدين، بتمنى انه تكونوا عم تقضوا ويك اند حلو. يوم نهار الاحد بتكون فقراتنا مختلفه عن بقيه الاسبوع، واليوم الطابع اللبناني هو الطابع الطاغي على معظم فقراتنا. رح يكون معنا بعد شوي مقابلتنا مع اندري كالفيان الفنان التشكيلي، لنعرف مثل ما بعرف اذا شفته هيك برسم الشبابيك والشرفات والبيوت القديمه. صباح الخير اندري ويعطيك العافيه. صباح الخير. هلا رح تكون معنا اذا بعد شوي، وايضا رح نحكي عن كتاب هاني سماحه الجديد، كمان هالكتاب رح يدخلنا الى بيوت رائعه وديكورات رائعه بالعاصمه بيروت، ورح يكون معنا ايضا سينما مع غيدا، سيارات اليوم مع ابراهيم، ورح نتعرف على المرسيدس سي كلاس، وبدايه فقراتنا مع كارمن وابراجنا لليوم. نهار حلو، إذا الله راد نلتقي بكره بنفس الوقت، باي باي. شكرا إذا لك كارمن، ومنرحب بضيفنا الفنان التشكيلي أندري كالفيان. صباح الخير. صباح الخير منى. وأهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. يعني أندري، أنت يعني اشتغلت على أمور أو على مواضيع عديدة، لكن عرفت كثير برسم الشرفات والشبابيك والبيوت القديمة، يعني ليه نقيت هالمواضيع بالذات؟ كطفل أنا كنت أعبر بفن الرسم كولد عم بيلعب، بس صرت شاب صرت عرفت أنه في صفة للإنسان بيحملها كمهنة أو وظيفة أو فن، عرفت أنه أنا راح أحمل صفة الفنان الرسام، واشتغلت على هيجس كان عندي حتى حقق موضوع خاص فيي أو تقنية خاصة فيي. اشتغلت على مواضيع عدة، انما انعرفت وتميزت برسم البواب والشبابيك والشرفات. فاخذ كثير صدى كبير لانه هيدا بيدخل لحنين الانسان. صح، يعني نحكي عن يعني هيك بالفعل لما يطلع الواحد، هلا المشاهدين يمكن يكونوا عم يشوفوا هالباب العتيق او هالشرفه العتيقه، يمكن هيك بيتحرك شيء عندهم، وخاصه لما يشوف هالطراز اللبناني الجميل الجميل جدا والمشهوره فيه كمان. اذا بدنا نقول كثير مناطق لبنانيه، لكن منطقه جبال اللي انت ولدت فيها ونشات فيها كمان عندها الطابع الجميل جدا. يعني اذا الواحد هيك بكزدر اذا بدنا نقول بدهاليز جبال او بهالشوارع الصغيره، يعني رح يشوف اذا عنده شيء بداخله بيقدر يعبر من خلال الطابع القديم يلي فيها وشواطئها والقراها. منطقه كثير حلوه، هيدا حظ لانسان عنده فن بيقدر من خلال بيئه معينه او منطقه معينه تظهر عنده الموهبه وتطلع لبرا. انا بالبدايه حابب احكي عن عده مواضيع اشتغلت عليها، واخر شيء فوت بالتفاصيل اكثر على موضوع يلي انا انعرفت فيه هو الباب والشباك. كنت صغير كنت ارسم بيوت لبنانيه، هيدا موضوع انشغل عليه كثير من الرسامين اللبنانيين. كمان كوني انا ترعرعت بمنطقه جبال، كان في حصه كثير كبيره لمشاهد من اعمالي بتحمل صوره جبال. وكمان دخلت على المجتمع من باب واسع، رسمت رجال ونساء مسنين وهن يعتبروا راس الشجره العائلي بالمناطق، بس مش بس جبال، يعني لبنان واوقات اكثر من لبنان. كنت دائما احاول نبش على ذاتي، لقيت نفسي بموضوع هو الباب والشباك القديم اللي مر عليه الزمن وعطى هيبه عليه عتيقه من خلال الخشب اللي بيمر عليه الزمن والبويا المقشره عنه وحيطان المشقشقه حول منه او الادراج المبريه والبويات الزهور التنك او الحديد الفرفورجي المسدى والازاز المغبر. هودي كلهم حلو كثير بتوصفهم، حلو قد ما بترسمهم حلو، يعني لانه بحس فيهم هيدا الصدق مع الزيت. اذا الجانب ذلك في موضوع الاركتكتور تبعهم، هو مش بس طابع تراثي لبناني فقط، انما ممكن يكون هذا الطابع الهندسي فيه موجود بكل دوله بالعالم. ورسائل اجتماعيه من خلال هول المواضيع، مواضيع الباب والشبابيك،
مر عليهم زمن وفيهم هيبة العتق فيهم، هلا هودي بجسدوا الزمن يلي أنا عايشه. يعني أنا بعد 50 سنة رح يقولوا هيدا التابلو كان بمرحلة الفنان كانوا موجودين، إنما كانوا قديما يرسموا زمن يلي هن كانوا فيه. هودي هلا هيك، كنت انا عم برسم تاكسي قديم، النمره تبعيته جديده، قالوا لي هيدي النمره حمراء، قلت لهم انا هيدا الزمن تبعي، لو كانت السياره قديمه انا مجسدها كيف هي هلا، كيف يعني مر عليها الزمن. اندري هون انه عم تهتم اذا فينا نقول بكل شيء مهمل، يعني بكل شيء متروك، يعني ان كان سياره قديمه او ان كان باب قديم. زورق صيد، لانه عندي رساله معينه بحب اديها من خلال العمل تبعي، حتى فرجي قديش الظروف القاهره بتجبر الانسان ما يقدر يعطي اهتمام للاشياء يلي بتكون بتخصه، مثل باب بيته، مدخل بيته، او شخطورته يلي بيعتاج منها، او سيارته التاكسي يلي مش شركه بتكون خاصه. وما هنالك من مواضيع يلي انا بحب سلط الضوء عليها، حتى فرجي الظروف الاقتصاديه شو ممكن تعمل. فوق كمان بيجينا بظروفنا نحن بلبنان مشاكل ومطبات من فتره لفتره بتهلكنا اكثر وبيخلق عنا اشياء اكثر، مر عليها الزمن وبتنهمل اكثر. وبدي اقول لك كمان انا هذا الموضوع كثير بيعني المغتربين، وبشكل خاص المغتربين اللبنانيين، كما وانه بيعني كل مغترب هو مغترب عن بلاده، لو كان مش لبنان، لو كان من لندن او من امريكا او من اي منطقه. كمان بحب كانوا في حنين، رح يحسوا حنين لما يشوفوا هالشيء. صحيح. كمان يلي ترك بيته وراح على المدينه، ان كان انتقل من بلد من قريته لمدينته حتى ياسس حاله، بيكون همل بيته وترك بيته، كمان هيدا بيعني حنينه. يعني انت هول المشاهد كنت تشوفهم من انت وصغير وربيت عليهم واثروا فيك جدا لدرجه انه اليوم صرت، يعني كل هالمواضيع اللي عم تحكي عنها هي الطابع الطاغي بكل لوحاتك. صحيح، هيدي رسالتي. انما هلا بالمراحل الاخيره بحياتي عم برسم التابلويات اللي هي تعتبر مودرن، بالارت مودرن يعني الابستراكت، الالوان اللي هي مبنيه على اللاقعده من ناحيه الموضوع. انما ممكن يقرا فيها مواضيع عديده الواحد، ممكن هودي ينشافوا بالمحترف عندي، بالمحترف بجبيل. طيب يعني ما كان عندك، يعني ما درست انت؟ إيه انا ربنا كرم علي بموهبه، كنت عبر عنها كطفل بالرسم، بس كبرت من خلال تواجدي مع جيراني واهلي عرفت انه من خلالهم هن في موهبه كبيره، واشتغلت عليها واشتغلت على ذاتي كثير حتى كون شخصيتي من خلال المواضيع والتقنيه. عندي تقنيه خاصه بحب احكي عنها. ايه بس كمان انا بدي اقول، ما بعرف اذا مرقوا على الشاشه الصور، رح نشوفهم تباعا لانه كمان في صور كثير حلوه. كمان قبل ما اسالك عن التكنيك اندري، يعني انت كمان سبق وعلمت بعده مدارس. ايه كان الفنان تعرف عنده مزاجيته، اذا كان بيحمل صفات الفنان الاصيل، فمش عم بقول عن حالي هيك، طلعت يمكن هيك، بس انا كنت مزاجي كثير، فجاه تركت كل شيء كنت اعلم، لانه كنت حس انه بتمنى اعلم اللي عنده موهبه كبيره، مش اعلم طفل ممكن امه او اي تلميذ او اي معلم يعلمه، مش ضروري. طيب اندري، نحن عم نشوف هلا على الشاشه صوره كمان بتحب ترسم وجوه هيك يمكن مر عليها الزمن. هيدي بتعبر عن ام عم تتطلع بابنها من اللي عم بيهجروا بلادهم حتى يكونوا مستقبلهم، عم بتقول له الله معك. المواضيع عديده، مثل هيدي السياره اللي عم تحكي عنها. بتعرفي مشاكل التاكسي بلبنان قديش كبار، وخاصة هول اللي عندهم تاكسي خاصة لإلهم، وهيدي ظروفنا بلبنان كثير عندنا من هالأمور، بس كما وأنه بكل بلدان العالم ممكن يلتقى ظروف أشخاص عندهم ظروف من هالنوع. وهيدي كمان صورة كثير حلوة. هيدا رجل هيك تعابير الوجه تبعه، التكوين الموجودة بتجاعيد وجهه، فينا نقول سبحان الله، يعني الله يعيشنا كلنا ونصير بهذا الامر ان شاء الله. وهذا كمان بيروت. طيب رح يمروا صور، يعني هيك المشاهدين بفتكر اخذوا فكره عنها. يعني بدي اسالك اياه كمان اندري، انه بنحس انه بيشبهوا الصوره، يعني مثل كانه صوره. هيدي دائما بوقع بهالمشكله، نحن ذكرتيها. انا
ما بحب يوصف العمل تبعي بالصورة، لبل بالعكس أنا بالنظر واللمس بالوهلة الأولى الناس خاصة بالبيب وشبابيك بتفكر شباك حقيقي، واللمس لما بيمرقوا ضفيرهم على الخشب يلي رسمه بيشعروا كأنه تماما خشب حقيقي. فما بحب يشبهوا للصورة، ولا هو نحت، إنما هو كتير شبيه للواقع. ولا ترومبلوي يعني، حتى بيقولوا لي اوقات ترومبلوي، إيه ما ترومبلوي يعني كمان وصف ترومبلوي. هيدي موهبه عم بعبر عنها انا. طيب شو التكنيك؟ خاص ما بقدر اعرف شو بدي اسميه، بس بقدر احكيك عن التكنيك اللي عندي انا بستعمله. كاعتمادي للتلوين الزيتي على القماش، هيدا يعتمد بشكل طبيعي عند كل الناس. كمان انا لانه ما تعلمت، كنت عم بقول لك انه اشتغلت على حالي قد ما فيي، اكتسبت من خلال الممارسه واليوميه من خلال مسافه طويله بالوقت، اكتسبت قواعد كثير بعلم فن، علم فن الرسم. انما حبيت اعمل خط خاص مثل ما قلت فيي انا، حتى بالتقنيه برسم تلوين الزيت على القماش، ومش هيدي التقنيه الاساسيه، والتقنيه الاساسيه اللي هي العده تبعي انا ما برسم ابدا بالريشه، ما عندي ولا ريشه. برسم بالكتر يلي بقصوا الاوراق فيه، برسم بالبيبيس والمسامير. وما هنالك من حاجات اوقات بحس انه انا بحتاج لها ببساطه، ممكن اي شغله بحتاج لها مثل الكيردون او غيره تتحقق لي غايه معينه حتى اعبر من خلال العمل فيها. حلو كثير. طيب كم لوحه عندك تقريبا؟ عندي بحياتي صار لهلا من بعد مرحله الاحتراف بالمجال حوالي 7500 عمل، بيشملوا كل المواضيع، المواضيع اللي انعرفت فيها البيب وشبابيك صار لي تقريبا من سنه 2000 لهلا برسم بيب وشبابيك، بس مش بس بيب وشبابيك. طب وين بتلاقي حالك اكثر شيء؟ بالبيب وشبابيك. بالبيب وشبابيك. وانا في اشخاص كثير بيقولوا لي ليش ما بتغير؟ وبقول لهم انا عملاء الفن الرسم انعرفوا بشيء واحد، وانا كثير صادق مع ذاتي وعم برسم بيب وشبابيك، ويمكن مدى حياتي ارسم بيب وشبابيك، ويمكن بكره غير. فما رح غير لانه بيعتبروا انه شافوني عده مرات، في 6 مليار انسان بالدنيا، مش عم برسم ل 3 مليون او ل 4 مليون او لبيئه معينه انا عايش فيها. وانتشروا هول الاعمال باغلبيه دول العالم وخاصه عند مغتربين اللبنانيين. نحن بدنا نتمنى لك توفيق. بفتكر السايت على الانترنت مرق www.andrekalfayan.com لكل الاشخاص اللي حابين يكتشفوك اكثر ويعرفوك اكثر. عندك كلمه اخيره اذا بتحب تقولها؟ بقول لكل الجمعيات او المؤسسات او النشاط اللي بيعملوا نشاطات، لبنان شعبه بيحتاج لنشاط دائم يتعلق بالثقافه حتى اعصابه ترتاح، لحتى نعطي الوجه الحقيقي للبنان. نحن فنانين ونحن متذوق فن ونحن ناس حلوين. شكرا لك أندري. على كل حال انا كمان بدي اقول لك المشاهدين، بما انه هلا مدينه جبال عم تشهد ايام كثير حلوه، بيقدروا هيك يطلعوا قبل بوقت. اليوم كمان في حفله اضافيه لزنوبيا، بيقدروا يطلعوا قبل بوقت ويتمشوا. ماني مأكد من الخبر، بعتقد كانت حفلة الأخيرة امبارح كانت الحفلة. اليوم فكرة انه نهار السبت، على كل حال اليوم نهار الأحد كمان بيقدروا يطلعوا. على أساس اختتموا المهرجانات، مش رحنا نحكي باسم المهرجانات، أنا كشخص أنا جبيلي ومتابع شوي، وبعتقد انه كان اختتموا امبارح الحفلة بس في بساحات الجبيل معارض عم تقام وباقي مستمره ل 29 شهر. شكرا لك اذا أندري. نحن رح نتوقف مشاهدينا للحظات قليله، بنرجع